تظاهر الآلاف من الأردنيين وسط العاصمة عمان مرددين شعارات غير مسبوقة تطالب بإطاحة نظام الملك عبد الله الثاني. يشار إلى أن الإساءة إلى الملك أو المطالبة برحيله مجاهرة أمرا نادرا لأنه غير قانوني في المملكة الهاشمية. احنا مطالبنا اليوم هي باسقاط النظام، احنا قضيتنا مش بس برفع الاسعار، قضيتنا بالمصاري نهبها. وصلنا ثلاث ايام عند الظاهر ما حدا راضي يستجيب لمطالبنا ومش راضيين يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، واحنا هلا جايين على شتاء كمان، وبالتالي محتاجين كاز وبنزين اكثر، بس لهلا ما حدا راضي يستجيب لمطالبنا. في الأيام الثلاثة الماضية وقعت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات أدت إلى مقتل شخص وإصابة العشرات، فيما تم اعتقال أكثر من 150 شخص. ويعود سبب الاحتجاجات إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تراوحت بين 10% و53%.